جزاكم الله خيرا. هذا الأخ مصطفى يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح أن يفيض الكلام في هذا الموضوع، حيث اختلفنا نحن وبعض الزملاء حول هذا الموضوع. يقول في هذا السؤال: شيخ، من هم الأولياء؟ وهل هناك أولياء مخصصين أتقياء لله عز وجل؟ وما هي شروطهم وما هي أمثلتهم في ذلك؟ يا أخي، هذا لا يحتاج إلى جدال. الله جل وعلا بيّن لنا من هم أولياء الله في قوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بهاتين الصفتين الإيمان والتقوى فهو ولي لله عز وجل. فأولياء الله يعرفون بهذا، ولا يغلى في حقهم ويعتقد أن فيهم البركة ويتبرك بهم، أو أشد من ذلك يذبح لهم وينذر لهم وتصرف لهم أنواع العبادة. هذا باطل ولا يجوز، شرك بالله عز وجل. نحن نحب أولياء الله ونقتدي بهم، ولكن لا نغلو فيهم، كما أنه لا يجوز لنا أن نتنقصهم أو نحط من قدرهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا، فقد قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزته بالمحاربة. فالذي يعادي أولياء الله محارب لله سبحانه وتعالى، لأنهم أولياء الله، لهم قيمتهم وقدرهم احترامهم، فلا يجوز الغلو فيهم ولا يجوز امتهانهم. والولاية تختلف، بعض الأولياء أكمل من بعض، وكل مؤمن تقي فهو ولي لله بحسب إيمانه وتقواه. قد يكون له ولاية قوية مع الله، وقد يكون متوسطا، وقد يكون دون ذلك. نعم.